الكرونولوجيا وكأنها النوستالجيا تماما، أو تقنية الفلاش باك، بفاصل تضيع محطة روسيا بقطار ضيع 5 مدربين في عامين واستهلك وقودا من عمر اللاعبين والأنصار قبل المدار. M'excuse du retard. Je suis encore dans une idée de revue d'effectifs. Gagner nos matchs, évidemment, c'est la priorité, mais en même temps préparer l'avenir et un avenir proche et sont aussi importantes. هنا الجزائر، هنا حديقة تشاكر بعد 16 شهرا، هنا العودة العاطفية الحسية لملعب المونديال وإفريقيا بقرار الناخب الجديد اللاعب القديم جمال بالماضي. وهناك كانت سفرية غامبيا استثناء بإحساس خاص لحامل مشروع الخضر اليوم. وبعدما انتظر حان الوقت لبداية جديدة متجددة بعيدا عن الأسئلة الشعبوية وخطابات المحل والمغترب، بعدما اغتربت وتغربت ثقافة الفوز، وبعدما أعلنها في أول موعد وقالها ثانية وطرحت عليه ثالثة وقالها رابعة وستطرح خامسة. معليش، كيس كي مانك pour être présent prochainement dans la liste de Belmadé. Qui le joueur local. Lequel? Le joueur local. Lequel? N'importe joueur local de. Ah mais pas n'importe lequel. On met pas n'importe lequel. Qui joue dans le championnat? Donne-nous un joueur. Et à la place de qui? وبالأرقام استدعى الطاقم الفني 30 لاعبا على مدار التربصين، أعاد لاعبين ولا يزال في رحلة الإقلاع، استدعى بولحيا وأوكيجا وبدران، وعاد ليعيد جمال بالعمري، يوسف عطال، أناس وبالناصر وبالفضيل، ما يكشف نواياه هجوميا أو على الأقل على مستوى التنشيط، ودفاعيا على مستوى المحور والثبات. الخضر بهدفين على غير العادة في مباراتين تصفويتين إفريقيتين سيفتشون عن العودة أمام البنين هنا وهناك قبل السفر الثالث والاستقبال مجددا من أجل النفس الخامس لفريق تصدر ترتيب القارة قبل السقوط الحر. كرة الإسلام بتفوق، هاي الكرة ممتازة. ولأن وعد الحر دين عليه، فلابد للخضر من انطلاقة بتركيبة استعادت الروح وحس الفريق والمجموعة في سفرية غامبيا، بطاقم شاب يريد رفع التحدي ورد جميل جمهور عاشق هائم ملم بالكرة، بلاعبين يدركون أن التألق على مستوى الأندية لا يضاهي دمعة بسمة تحية لنشيد أقسمنا به جميعا. Un petit peu de temps pour aller affronter les meilleurs, mais en même temps, je bagarre. Et par rapport à tout ce que je viens de vous dire, je bagarre pour être le prêt le plus tôt possible. هنا تشاكر، هنا الجزائر، هنا مشروع عودة الخضر بين مد وجزر في انتظار الصافرة وحديث الأرقام وتوجيهات الطاقم لمشروع نريده بين العارضة والقائم في الشباك لنتحدث عن الأهداف والملاعب وليعلق المعلقون.